السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبنائي طلاب الصف الأول الثانوي، أهلا بكم في مدرسة الأحياء الإلكترونية ومعاكم رجب رمضان. فيديو النهاردة عن مملكة النبات، المملكة رقم 4 من ممالك التصنيف الحديث للكائنات الحية. قبل ما نبدأ بس بفكرك بالاشتراك في القناة، تفعيل خاصية الجرس علشان يوصلك إشعار بكل جديد، لايك وشير علشان ننشر الفيديو والقناة لأكبر عدد من زملائك الطلاب، وما تنساش تشوف الفيديو للآخر علشان في سؤال المفروض هترد عليه في التعليقات، وكمان في إجابة على سؤال الحلقة اللي فاتت. علشان ما نطولش عليك نقول لك يلا استعد، جهز أوراقك، جهز قلمك، شوية تركيز ونبدأ مع بعض. بسم الله. أول حاجة بنشوفها مع بعض في مملكة النبات وغيرها من بقية الممالك اللي هي الخصائص العامة. وخلي بالك الخصائص العامة لكل مملكة، لازم هيجي لك سؤال في الخصائص العامة للممالك. فنشوف مع بعض خصائص مملكة النبات. بنلاقي أول خاصية كائنات حقيقية النواة. الخاصية رقم 2 بنقول إن عدد الخلايا في الكائنات اللي بتنتمي إلى مملكة النبات بتكون معظمها كائنات متعددة الخلايا، لكن ده لا يمنع إن فيه القليل جدا منها بيكون وحيد الخلية. خاصية رقم 3 بنقول لك إن الجدار الخلوي في الخلايا اللي هي بتكون كائنات مملكة النبات لها جدار خلوي سليلوزي، وده بيختلف عن اللي فات. الخاصية رقم 4 بنقول لك التركيب الخلوي في خلايا مملكة النبات بتحتوي الخلايا على الكلوروفيل اللي هو موجود في البلاستيدات الخضراء، معنى كده انها ذاتية التغذية. الخاصية الأخيرة بالنسبة للتكاثر بنقول لك ان الكائنات الحية اللي بتنتمي الى النباتات بتتكاثر غالبيتها تكاثرا جنسيا. طب تعالى ندخل بقى ونشوف تصنيف مملكة النبات. بنصنف مملكة النبات الى 3 أقسام. القسم الأول أو الديفيجن رقم 1 اللي هو الطحالب الراقية، القسم الثاني النباتات اللاوعائية، القسم الثالث النباتات الوعائية. طب تعال نصنف بقى كل قسم. خلي بالك أنا قلت لك قسم وليس شعب، يبقى في 3 أقسام. شوف القسم الأول اللي هو الطحالب الراقية تنقسم إلى 3 شعب. شعبة الطحالب الحمراء ومن اسمها عرفنا لونها، شعبة الطحالب البنية نفس الشيء الاسم جاي من اللون، شعبة الطحالب الخضراء. يبقى التصنيف هنا على حسب اللون. أما النباتات اللاوعائية هناخد منها شعبة واحدة، شعبة الحزازيات. النباتات الوعائية هناخد منها شعبة الوعائيات، ودي بنصنفها إلى 3 طوائف. الطائفة الأولى طائفة بنسميها السرخسيات، الطائفة الثانية بنسميها طائفة المخروطيات أو عاريات البذور، الطائفة الأخيرة طائفة النباتات الزهرية أو مغطات البذور. مغطات البذور هنرد نصنفها إلى تحت طائفتين، تحت طائفة ذوات الفلقة الواحدة وتحت طائفة ذوات الفلقتين. خلي بالك من التصميم اللي انت شايفه قدامك ده، لان التصميم ده مهم جدا، لان هيجي لك في الامتحان سؤال على كائنات ويقول لك الكائن ده ينتمي الى الشعبة دي ولا الطائفة دي ولا تحت الطائفة دي وهكذا. تعال نبدأ كده وناخدهم واحدة واحدة. نبدأ بشعبة الطحالب الحمراء. الطحالب الحمراء مثال عليها طحلب اسمه البوليسيفونيا. تعال نشوف شكله. هذا طحلب البوليسيفونيا اللي لونه أحمر، وده بينتمي إلى شعبة الطحالب الحمراء. طب إيه صفات الطحالب الحمراء؟ بنقول لك أول صفة إنها أعشاب بحرية. الصفة رقم 2 إن الخيوط اللي بيتكون منها جسمها عبارة عن خيوط متماسكة بتتماسك بغلاف هلامي، غلاف جيلاتيني. الصفة الأخيرة بنقول لك إن بتحتوي خلاياها على حاملات أصباغ حمراء، لذلك بتكتسب اللون الأحمر، وده سبب تسمية الشعبة. بس خلي بالك أنا قلت لك في معلومة لما كنا بنتكلم في الطلائعيات، وكنا بنتكلم عن الطحالب الذهبية والطحالب النارية، قلت لك إن منين ما تسمع كلمة طحالب يعني فيه كلوروفيل. طب أنا عندي هنا برضو بقول لك كلمة طحالب، يبقى هنا بقول لك هنا الطحالب يبقى فيها كلوروفيل زائد أصباغ حمراء، وبالتالي يبقى دي كائنات من حيث التغذية ذاتية التغذية ولا غير ذاتية التغذية؟ ذاتية التغذية. لماذا؟ لأنها تحتوي على الكلوروفيل بالإضافة طبعا للأصباغ الأخرى. طب نرجع ونشوف الشعبة الثانية.
شعبة الطحالب البنية من اسمها عرفنا لونها. ناخد مثال، طحلب اسمه الفيوكس، نشوف صورته، ده الفيوكس. تعال نوصف الطحالب البنية، بنقول لك هي عبارة عن أعشاب بحرية تتكون من خيوط بسيطة أو متفرعة. الصفة التالتة اللي هي خاصة باللون، بنقول لك تحتوي خلاياها على حاملات أصباغ بنية، وطبعا ده بالإضافة لمين؟ للكلوروفيل، يعني ذاتية ولا غير ذاتية التغذية؟ ذاتية التغذية. أوكي، نرجع نشوف الشعبة الأخيرة، شعبة الطحالب الخضراء من اسمها لونها أخضر، وبنقول لك تحتوي على بلاستيدات خضراء. بس احنا عندنا هناخد عليها مثالين، في مثال لطحلب من الطحالب الخضراء وحيد الخلية زي طحلب اسمه الكلاميدوموناس، وطحلب متعدد الخلايا اسمه سبيروجيرا. الكلاميدوموناس بنقول لك طحلب وحيد الخلية يحتوي على بلاستيدة فنجانية الشكل، وتعال نشوف شكله أهو، دي الخلية، دي البلاستيدة اللي هي شكلها فنجاني، بس في هنا حاجة مميزة إن فيه زوج من الأصوات، وبالتالي هذا الطحلب ثابت ولا متحرك؟ خلاص طالما فيه أصوات يبقى متحرك، يتحرك بإيه؟ بالأصوات وليس بالأهداب. ده بيفكرنا بمين؟ فكرك باليوجلينا اللي كانت بتنتمي إلى مملكة الطلائعيات، وبالتالي يبقى اليوجلينا والكلاميدوموناس كلاهما يتحرك عن طريق الأصوات. الطحلب الثاني اللي هو متعدد الخلايا السبيروجيرا، بنقول لك هنا اهو طحلب متعدد الخلايا، الخلايا بتتحد مع بعضها فتكون خيوط، بس الخيوط هنا بتكون غير متفرعه زي الشعره، الشعره الطويله شعره البنت بتكون غير متفرعه، بتشبه طحلب السبيروجيرا. ده بيعيش في المياه العذبه، عباره عن خيوط لونها اخضر، وبيحتوي على بلاستيدات حلزونيه الشكل. تعال ناخد خليه كده ونشوف البلاستيدات فيها، اهي البلاستيده دي اهي حلزونية أو لولبية، وبالتالي ده بيميز طحلب السبيروجيرا. كلاهما فيه بلاستيدات خضراء، يعني كلوروفيل، يعني بناء ضوئي، يبقى ذاتي التغذية ولا غير ذاتي التغذية؟ كلاهما ذاتي التغذية. كده بقى احنا خلصنا القسم الأول، الطحالب الراقية. تعال نشوف القسم الثاني، النباتات اللاوعائية، عليها مثال شعبة الحزازيات. مبدئيا النباتات اللاوعائية، احنا ليه بنسميها نباتات لاوعائية؟ نقول لك اهو لانها نباتات لا تحتوي على انسجة وعائية متخصصة في نقل الماء والغذاء. يعني الخشب واللحاء اللي احنا درسناهم في الترم الاول اللي هم كانوا متخصصين في النقل مش موجودين في هذه النباتات، وبناء على ذلك بنقول لك ان هي نباتات ارضية تحتاج الى الرطوبة بدرجة كبيرة للنمو والتكاثر. خلي بالك مفيش فيها أنسجة وعائية، أمال بتمتص الماء أو بتنقل الماء إزاي؟ بنقول إن كل خلية من خلايا الجسم في نباتات الحزازيات دي تقوم بامتصاص الماء، سواء امتصاص الماء من التربة اللي هي بتعيش فيها اللي هي دائما رطبة، أو حتى من ماء الندى، بخار اللي موجود في الهواء الجوي، بتقوم خلايا الجسم بامتصاصه، كل خلايا الجسم بتقوم بامتصاص الماء. لما نيجي نشوف بنقول لك هنا ان النباتات دي نباتات تحتاج الى الرطوبه بدرجه كبيره للنمو والتكاثر. خلي بالك كلمه التكاثر ديت، من غير ميه مش هيحصل تكاثر. ليه؟ لان المشيج المذكر في هذه النباتات بنسميه، بنقول عليه اسمه كده، سابحه ذكريه، لازم يحتاج الى ميه، اسمه سابحه، يسبح في المياه. بدون مياه لن يصل الى المشيج المؤنث، وبالتالي لن يحدث اخصاب، وبالتالي لن يحدث تكاثر. طيب احنا بنقول ان هي نباتات ارضية، خلي بالك احنا ماشيين بالتدرج كده، كنا بنقول الطحالب بتعيش في المية، النباتات دي نباتات ارضية بس بالقرب من المياه، فبنقول لك المعيشة تعيش بالاراضي الرطبة والاماكن الظليلة اللي هي بتحتوي على مية. لما نيجي نوصفها بنقول انها نباتات صغيرة الحجم خضراء اللون. تعال نشوف امثلة عليها، بنقول لك هنا اهو، هأجل النقطة دي لغاية لما اوري لك المثال اللي جاي. الامثلة عندي مثالين، في حزازيات بنسميها حزازيات منبطحة، وفي حزازيات بسميها حزازيات قائمة. حزازيات منبطحة يعني بتعيش معيشة افقية على التربة، زي نبات اسمه ريشيا،
وآده شكل نبات ريشيا اللي هو بيشبه العملة المعدنية كده على التربة. والحززيات القائمة عندي مثال عليها نبات اسمه الفيوناريا، وده شكل الفيوناريا زي ما انت شايف. ونيجي بقى للنقطة اللي انا أجلتها لك، انا قلت لك تحمل شعيرات للتثبيت تسمى اشباه جذور. دي اشباه الجذور اهي، رايزويد، زي اللي كانت موجودة في عفن الخبز. الرايزويد ده اشباه جذور. خلي بالك هنا كل مكونات النبات بنقول عليها اشباه. يعني ايه؟ يعني الجزء اللي بيثبت النبات في التربة بنسميه اشباه جذور، الجزء اللي فوق ده بنقول عليه شبه ساق، والاجزاء اللي بتشبه الورقة دي بنقول عليها اشباه اوراق. يبقى انا عندي بقول هنا اهو النبات بيتكون من اشباه جذور، اشباه اوراق، وشبه ساق، كلها اشباه ليست حقيقية. وبأكد تاني على المعلومة ان كل جزء، كل خلية من خلايا النبات تقوم بامتصاص الماء. ليه؟ لان الماء مطلوب علشان يحصل نمو وعشان يحصل تكاثر. طيب تعالى نرجع ونشوف الديفيجن الاخير، النباتات الوعائية. النباتات الوعائية عليها شعبة اللي هي شعبة الوعائيات، ونشوف طوائفها. بس الاول خلينا نوصف النباتات الوعائية. احنا ليه سميناها وعائية؟ احنا بنسميها وعائية لان فيها انسجة وعائية متخصصة في النقل، بعكس الايه القسم اللي فات اللي هو النباتات اللاوعائية. طب تعال نشوف هنا الانسجة الوعائية المتخصصة في النقل دي، احنا درسناها في الترم الاول. قلنا لك ان النبات يحتوي على نوعين من الانسجة، نسيج اسمه نسيج الخشب يقوم بنقل الماء والاملاح الممتصة من التربة عن طريق الجذر الى الساق ثم الاوراق. النسيج الثاني اللي مساره باللون الازرق اللي هو في جميع الاتجاهات ده بنسميه نسيج اللحاء، الفلوير. نسيج اللحاء نسيج متخصص في نقل المواد العضوية المتكونة خلال عملية البناء الضوئي من المصدر اللي هو الورقة أو الأجزاء الخضراء في النبات إلى كل أجزاء النبات، إما للتخزين وإما للاستهلاك. تعال بقى نشوف التصنيف. تصنيف الوعائيات بنصنفها إلى 3 طوائف. نبدأ بالطائفة الأولى، طائفة بنسميها طائفة السرخسيات. يبقى أهو شعبة الوعائيات طائفة السرخسيات. خلي بالك السرخسيات دي بالنسبة لدرجة الرقي هي أرقى من الحزازيات. الحزازيات كانت نباتات أرضية، دي أيضا نباتات أرضية، بس في الحزازيات كانت تعيش بالقرب من الماء، دي أيضا تعيش بالقرب من الماء. ما هو إحنا ماشيين في الرقي واحدة واحدة. نباتات بسيطة التركيب، معظمها عشبية، والقليل بيكون شجيرات، أو القليل جدا 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 بنقول عليه أشجار. المعيشة بنقول إنها تعيش في المناطق الرطبة والظليلة، هي لسه ما تقدرش تبعد عن المية. عندي عليها مثال كزبرة البئر. كزبرة البئر أنا جبتها لك على طول بعد مكان المعيشة. ليه بنسميها كزبرة البئر؟ أولا لأنها بتشبه نبات الكزبرة اللي إحنا بنتعامل معاه في حياتنا اليومية في البيت، اللي بنحطها على السلطة أو على الطعام بشكل عام، ولكنها تنمو على حواف الآبار، لذلك بنسميها كزبرة البئر. وفي نبات تاني بيستخدم كنبات زينة، وخلي بالك برضو كزبرة البئر تستخدم كنبات زينة، ده اسمه الفجير، وفي بعض البلدان العربية بتسميه الخنشار. أيا كان الاسم اللي هنسميه، الفجير أو الخنشار ده أيضا من السرخسيات. لو جينا نوصف النباتات دي بنقول إنها تتميز إلى سيقان وأوراق ريشية وجذور. خلي بالك بقى في الحزازيات أنا كنت بقول لك مناطق الجسم كلها أشباه، كان في أشباه جذور، لا أنا عندي هنا جذور، كان في شبه ساق، أنا عندي هنا ساق حقيقية، كان عندي أشباه أوراق، أنا عندي هنا أوراق حقيقية. بس في اختلاف في بساطة، لأن إحنا لسه ماشيين في سلم الرقي واحدة واحدة. بنقول لك إنها تتميز إلى سيقان وأوراق ريشية وجذور، بينما لا تكون أزهار أو بذور، وده شكل تركيب نبات اللي هو نبات الفجير. عندي الجذر أهو، دي جذور، صحيح هي جذور عرضية بس جذور حقيقية. الساق هنا ساق بتمتد أفقيا تحت سطح التربة بنسميها ريزوم. بعد كده عندك الأوراق بتاعة نبات الفجير اللي هي زي ما أنت شايف هنا أهو، دي ورقة ريشية، ورقة كاملة النمو،
والورقة ده اللي لسه دي بنقول عليها فروندة، اللي هي لسه ورقة حديثة التكوين. لما يكتمل نموها بتصبح بالشكل ده وبتحتوي على جراثيم، فبنقول لك اهو التكاثر يتم عن طريق الجراثيم التي توجد في تراكيب خاصة على السطح السفلي لأوراقها اللي انت شايفها في الصورة. نجيب لك صورة حقيقية للأوراق، اهي ادي صورة حقيقية لأوراق نبات الفجير، دي ورق من الأوراق، وهنا دي الوريقات وعليها البثرات اللي بيكون في داخلها الجراثيم اللي هي وسيلة التكاثر اللا جنسي. تمام. طيب تعال بقى نشوف شكل كده لدورة حياة نبات الفجير. انا عندي ده شكل النبات اهو، ريزوم، وده الجذور، ودي الأوراق اللي عليها الجراثيم. لما تنضج الجراثيم تسقط، إذا سقطت في بيئة مناسبة يعني بيئة رطبة، إيه اللي يحصل؟ ينمو النبات المشيجي اللي هو ده، النبات المشيجي اللي هو بيشبه القلب، ينمو منبطحا أفقيا على التربة، بيبقى عليه أعضاء التكاثر الجنسية اللي هي عبارة عن حاجة اسمها أنثريدة عضو التكاثر الذكري، وأرشيجونة عضو التكاثر الأنثوي. الأنثريدة بتكون فوق في السطح العلوي، الأرشيجونة في السطح السفلي. لما يكتمل تكوين الأمشاج تخرج السابحة الذكرية من الأنثريدة أهي، تسبح في المياه المتوفرة سواء من ماء الندى أو من ماء المطر أو من ماء التربة اللي هي بتعيش فيها، تسبح حتى تصل إلى السطح السفلي عند الأرشيجونة، تدخل تخصب البيضة، يتكون الزيجوت. الزيجوت اللي هو يكون عندنا الامبريو اللي هو الجنين، بعد كده الجنين ينمو مكونا نبات طور مختلف اسمه طور الجرثومي. يبقى هنا خلي بالك، الجرثومي ده بيتكاثر لا جنسيا بالجراثيم، والمشيجي يتكاثر جنسيا بالأمشاج الجنسية. يبقى أنا عندي في نوعين من التكاثر في دورة حياة الفجير أو في السرخسيات بشكل عام، ده بينطبق أيضا على كزبرة البئر، دي بنسميها ظاهرة تعاقب الأجيال. خلي بالك من الاسم ده عشان هتحتاجه تاني إن شاء الله في سنة تالتة. وجود نوعين من التكاثر في دورة حياة الكائن الواحد يتعاقبان، بنسميه تعاقب الأجيال أو تبادل الأجيال. أوكي، نرجع ونشوف الطائفة رقم 2، طائفة المخروطيات. نفس الشعبة، شعبة الوعائيات، بنسميها المخروطيات وبنسميها معرات البذور. هنعرف دلوقتي سبب التسمية، بس نشوف الخصائص. بنقولك إنها نباتات أرضية معظمها أشجار. خلي بالك بقى هنا أهو، دخلنا كده بقى ارتقينا في سلم الترتيب، فبنقول إن معظمها أشجار والقليل منها بيكون قصير شجيرات. عندي ده نبات مثال منها نبات الصنوبر، وعندي مثال تاني نبات الأرز اللي هو رمز لبنان اللي بتشوفه على العلم. لما نيجي نشوف سبب التسمية، احنا ليه بنسميها؟ احنا بنسميها اسمين، بنسميها معرات البذور بنسميها مخروطيات. مخروطيات علشان الشكل اللي انت شايفه ده اهو، شكلها مخروطي، بيطلع منها فروع في أسفل النبات بتكون طويلة، وكلما اتجهنا ناحية القمة ايه اللي بيحصل في طول الأفرع؟ بتقصر، وبالتالي بتكتسب الشكل المخروطي. في حاجة كمان، إنها بتتكاثر عن طريق حاجة اسمها مخاريط جنسية، مخاريط مذكرة ومخاريط مؤنثة. الاسم الثاني اللي هو معرات البذور، لأنها بتكون بذور ولكنها ليست مغطاة، ليست محمية، بذور مكشوفة، بذور عارية، فبالتالي بنسميها عارية البذور أو معرات البذور. لما نيجي نتكلم عنها بنقول لك تركيب هذا النبات، الأوراق بتاعته بتكون إبرية الشكل علشان تقلل الماء المفقود من النبات. لا تكون أزهار. الله، أمال بتتكاثر جنسيا إزاي؟ بنقول لك بتتكاثر جنسيا عن طريق مخاريط مذكرة ومخاريط مؤنثة، ونوري لك شكل المخروط أهو. دي المخاريط اللي هي بتتجه إلى أسفل، دي عادة بتكون دي المخاريط المذكرة، علشان لما تنفتح أوراقها تتساقط منها الأمشاج المذكرة إلى أسفل. أثناء سقوطها ممكن تصادف مخاريط مؤنثة في قاعدة النبات،
في هذه الحالة يحصل التلقيح والإخصاب علشان تتكون البذور، والبذور هنا في هذه الحالة بنقول إنها بذور ليس لها غلاف ثمري، غير مغلفة غير مغطاة، لذلك بنقول عليها إيه؟ معرقات البذور. نرجع ونشوف الطائفة الأخيرة اللي هي مغطاة البذور، فبنقول لك هنا أهو خصائصها نباتات أرضية لها سيقان وأوراق وجذور، أطوالها خلاص فيها كل الحالات بقى، أشجار وشجيرات وأعشاب وكل، وده مثال منها وهذا مثال تاني. المثال الأول كان من ذوات الفلقة الواحدة، ده من ذوات الفلقتين. التركيب بنقول إنها تكون أزهار، والأزهار هنا هي وسيلة التكاثر الجنسي، لذلك احنا بنسميها طائفة النباتات الزهرية. وهذه الأزهار لما بيحصل تكاثر جنسي تتحول إلى ثمار وبداخلها بذور، والبذور بتكون مغطاة، فلذلك بنسميها مغطاة البذور. بنصنفها إلى تحت طائفتين، تحت طائفة بنسميها ذوات الفلقة الواحدة، والتحت الطائفة الثانية بنسميها ذوات الفلقتين. وهذا مثال على ذوات الفلقة الواحدة نبات الذرة، ذوات الفلقتين اللي انت شايفهم في الصورة الفاصوليا والعدس والحمص والترمس واللوبيا وكل الحاجات اللي انت شايفها معانا، وهنتعرف عليهم بالتفصيل. يبقى لما نيجي نشوف هنا بقى ازاي نعمل مقارنة او تفريق ما بين أحادية الفلقة وثنائية الفلقة، خلينا نشوف مع بعض كده أمثلة. نقول لك ذوات الفلقة الواحدة اللي هي تحت الطائفة الأولى، وذوات الفلقتين تحت الطائفة الثانية. ذوات الفلقة الواحدة تعال نشوف مثال. عندنا هنا الصورة اللي انت شايفها دي نبات القمح. ذوات الفلقتين هنشوفها، بس الأول نشوف أمثلة لذوات الفلقة الواحدة. عندك القمح، عندك الذرة، عندك البصل، الصبار، الموز، النخيل، الزنبق، كل دي من ذوات الفلقة الواحدة. ذوات الفلقتين عندنا مثال اللي انت شايفه في الصورة ده نبات القطن، والأمثلة بنقول لك اهو القطن، الفول، البسلة، الورد، البرتقال، العدس، الفاصوليا، الترمس، الحمص، البرسيم، وهكذا. طيب تعال بقى نعمل مقارنة. يبقى احنا دلوقتي شفنا أمثلة على كل تحت طائفة منهم. نشوف أولا البذور. في حالة ذوات الفلقة الواحدة البذرة بتتكون من فلقة واحدة، في حالة ذوات الفلقتين البذرة بتتكون من فلقتين زي ما انت شايف كده في الصورة اهو بعد ما فتحناها. هنا في ذوات الفلقة الواحدة بنقول على البذرة بنسميها حبة، أما في حالة ذوات الفلقتين بنقول عليها بذرة. طيب ده الفرق الأول. الفرق الثاني بالنسبة لشكل العروق في الأوراق. في ذوات الفلقة الواحدة شكل العروق اللي احنا بنسميه تعرق الورقة بيكون متوازي، ممكن يكون متوازي طولي زي ما انت شايف في الصورة، وده بينطبق على القمح، على الرز، على الذرة، على النخيل، تمام. وممكن يكون عندك متوازي عرضي زي حالة أوراق الموز. في ذوات الفلقتين تعرق الأوراق زي ما انت شايف أكتر من حالة اللي معانا في الصورة هنا، بيكون شبكي أو ريشي أو الاتنين مع بعض، ريشي شبكي، يعني ده ريشي ريشي ريشي، تمام. ده راحي زي راحة اليد والأصابع اللي بتخرج من كف اليد، وممكن تلاقي الاتنين مع بعض هنا أهو شبكي ريشي وهكذا. تعال نشوف فرق. يبقى احنا شفنا أمثلة، شفنا البذور، شفنا الأوراق، تعال نشوف الأزهار. المحيطات الزهرية في ذوات الفلقة الواحدة بتكون يا إما تلاتة يا إما مضاعفاتها، يعني دي كام؟ عد معايا كده، واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة ستة، دي مضاعفات التلاتة. طيب في ذوات الفلقتين بتكون رباعية المحيطات أو خماسية أو مضاعفاتهم، يبقى أربعة أو خمسة. دي هنا كام؟ دي زهرة الونكة زي ما انت شايف، واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة وهكذا. يبقى دي زهرة الزنبق، دي زهرة الونكة. طيب تعالى نرجع ونشوف الفرق اللي بعد كده اللي هو شكل الحزم الوعائية في الساق. لما أخد قطاع في ساق نبات من ذوات الفلقة الواحدة بنلاقي الحزم الوعائية اللي انت شايفها في الصورة اللي هي التكتلات دي بتكون مبعثرة،
عشوائية غير مرتبة. أما في حالة ذوات الفلقتين حزم الأنسجة الوعائية بتكون مرتبة في حلقة واحدة. اللي بعد كده الفرق الأخير اللي هو شكل الجذور في كل تحت طائفة منهم. الجذور في حالة ذوات الفلقة الواحدة بتكون جذور ليفية أو بنقول عليها جذور عرضية، زي ما انت شايف هنا ما تقدرش تميز فين الجذر الأصلي وفين الفروع. أما في حالة ذوات الفلقتين لا، أنا عندي الجذر الأصلي أهو وبيخرج منه فروع، والجذر الأصلي كلما ابتعدنا عن سطح التربة إلى أسفل بيحصل إيه في قطره؟ يقل القطر فبيكتسب شكل الوتد، فبنسميه جذر وتدي أو بنقول عليه جذر أصلي. تمام؟ يبقى أنا عندي كده شفت الفروق ما بين ذوات الفلقة الواحدة وذوات الفلقتين. كده إحنا خلاص خلصنا درسنا. تعال نشوف السؤال. سؤال حلقة النهاردة زي ما أنت متعود هعرض عليك السؤال اللي هو اختيار من متعدد. وقف الفيديو، شوف السؤال، اكتب لي في الإجابة واحد A أو B أو C أو D وهكذا بالنسبة للأسئلة الأربعة. وتعال نشوف سؤال الحلقة اللي فاتت. الحلقة اللي فاتت كان عندنا سؤال اختيار من متعدد. كان السؤال الأول بقول لك اكتشف كائن حي وحيد الخلية، وحيد الخلية نواته أولية، جداره الخلوي يخلو من السليلوز، عندك ثلاث صفات اهو، فما المملكة التي يجب ضمه إليها؟ مين في دول؟ خلاص البدائيات. ليه؟ لأن نواته أولية، مفيش حاجة نواتها أولية غير البدائيات. السؤال الثاني، جميع الكائنات الحية التي تتكون من هيفات تكون وحيدة الخلية؟ ما ينفعش. متعددة الخلايا؟ ينفع. أولية النواة؟ لا. متطفلة؟ لا، في متطفلة أو مترممة، يبقى متعددة الخلايا. السؤال الثالث، فطري يتم تصنيفه ضمن شعبة الفطريات التزاوجية، يعني قادرة على تكاثر جنسي، عفن خبز. السؤال الأخير، جميع الكائنات التالية تحتوي على خيوط فطرية. احنا اتفقنا خيوط فطرية اللي هي الهيفات متعددة الخلايا. لما أقولك هنا جميع الكائنات تحتوي على خيوط فطرية ما عدا، يبقى أنا بدور على واحد وحيد الخلية. من وحيد الخلية في دول؟ الخميرة. بكده يبقى احنا خلصنا الفيديو بتاعنا. أتمنى يكون الفيديو مفهوم. لو في أي شيء مش واضح اكتب لي في التعليقات، وإن شاء الله نشوفك في الفيديو القادم في أقرب فرصة. مع السلامة.